الدوري ديال جمعية سلة في كرة السلة المصغرة إناث في دورته التاسعة، باش يكرس اهتمام الجمعية بالعنصر النسوي وبتطوير رياضة كرة السلة العنصر النسوي، خصوصا التوجهات الحالية ديال الرياضة الأولمبية اللي جعلت من رياضة كرة السلة المصغرة رياضة هي أولمبية، ودعم الجامعة الملكية باش أنها تمشي في هذا التوجه ديال أنها تهتم بكرة السلة المصغرة. المشاركة ديالي في هذا التورنوا ديال مدينة سلة اللي كان تورنوا جد رائع بلوغانيزاسيون ديالو بلو جوغ اللي تلاقينا كان واحد الجو اخوي ماشي جو ديال البطولة، بعدنا بزاف ديك لو جو ديال الكومبيتيسيون داكشي، دونك سيتي ان مومون تري ادورابل ودفولينا فيه كيف كنقولوا سيتي بيان. بزاف بعد الفوز اللي ما كناش الصراحه كنا كنتوقعوه، جينا غير مجرد مشاركه وباش نبينوا باننا الباسكيت كاين في مدينه اكادير وكاين في الجنوب، وباش يكونوا ان شاء الله باديرات ان شاء الله في الجنوب ويجيو عندنا حنا ويجيو الفراقين ان شاء الله ديال المغرب كله يلعبوا عندنا، لما لا ويطور ان شاء الله الباسكيت عندنا في اكادير.